السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في المباشر من مدينة سالا بالضبط القرية. اليوم جينا عند واحد الحالة إنسانية اللي كتحتاج للمساعدة. السيدة يعني كتخدم في المينار، كتخدم خادمة في بيوت، يعني عرفتوا بأن هادشي اللي كيمر به العالم بعد جائحة كورونا توقفت على العمل. دابا هي كارية مسكينة غير بيت وكتطلب من المحسنين يعني يعاونوها، كاريه بيت في كوزينه في كل شيء، يعني الثمن تقريبا 700 درهم في الشهر، ودابا تجمع عليها تقريبا شي تقريبا 10 اشهر ديال مازال ما اداش الواجب. وكتجي عندها مولات الدار كتقول يعني خاصك تادي ولا خرجي. وعندها واحد الابن صغير في عمره تقريبا شي 6 سنين، وكنبغيو الناس والمحسنين اللي كيشوفوا هاد الحاله يحاولوا يساعدوها. السلام عليكم اختي، عاودني المشكل اللي عندك والمعاناة اللي كتعاني منها. المعاناة اخويا كاريب 14 فريع معليش باش نتواصل لك. البيت كما تشوفوا فيه بيت وكوزينة، انا مريضة كنخدم في الديور دابا مع الازمة جلست ومرضت واحد المرض جاني في قلب الدم لحد مابقيتش قادرة. ربي اللي عارف انا المحسنين يشوفوا هاد الحالة، الله يجزيهم بخير، يشوفوا بالوجع اللي يتيم وهاد العواشة قلبو ما يحن. الله يجزيهم بخير، الله يرحم ليا من والدي. شحال دابا تقريبا ديال 10 شهور ما خلصتيش؟ 10 شهور ما لقيتش باش نخلص. دابا السيدة كتجي عندك كتقول لك ما خلصي ولا خلص. انا فين ندير قيطون الزقة؟ لقى يبان لي جوج حوايج، اما ندير قيطون الزقة ولا انتحار. وخليت الولد مشى شي اللي بقى يبان لي انا الساعة كاع البيبان تسدو بوجهي. خد صحيح دائما كاين ما ترحمني ما تزعزعني. يعني عندك دور وجهك، عندك عائله هنا، عندك خوتك هنا، عندي اختي هنا وحده، ولكن حاسبه بحال ما كايناش. تشوف تدور تشوفني تدور وجهها، اش من عائله واش من خوت؟ عائله اللي ما لقاش جنبي وقت المحنة ماشي عائله، عندي من ندير بها. تعرف هذه المريضه قلت لها ما جاني في قرض الدم، قالت لي لا راه عندك مرض اخر. هذه اخت هذه تعاود لها تساعدني تقول لي ياك اختي سمع فاش هادي هي هاكي سيري دير تحية من بعد ويسهل الله عليك ورجع. دابا شنو عندك دابا المرض اللي كتعاني منه شنو؟ مقدم وعندي الفسق، مقدم مبقيتش ولا طاحني مبقيتش قادر نوقف، نوقف تجيني الدخول بابا نولي كاملة تنتر عادي. وفقر الدم خاصك تاكل كل نعام مزيان خاصك باش ناكل. ما عندك تاكل؟ ولا دايرة فلفلة ومشحرة فلفلة والبصلة باش نعشي يا ولدي، باش ما ندقش على الجيران نقول لهم ما عنديش باش نتعشى ولا باش نسد عليا بابي. ولي دار سد عليا بابي وتنفس ما نضقش على على باش ما نخلي باش ما ولدي ما يحش بالجوع. خذ لي والبارح غادي يبقى هو كحلة والخبز. اش من حياة اش من عيشة ما لا حياة لا شي حاجة، حاسة راسي بيت غادي شي تعود بخير وصرا. وصلت لي واحد الدرجه اللي ما بقاش قاده نتحمل هاد الفقر وهاد الحياه هادي. اللي جات مع عبد الله مرحبا باباني بزاف، شنو الحياه لا في الحبازه لا في اللاجه لا حتى شي حاجه. الفراش ها هو كيما تشوف ندير الخشب على وديت هذا باش ما يخسروش ليا المار، ندير المار واش هادي حياه؟ هادي ماشي حياه، شي حياه هادي. مرحبا بكم الوالدين تتبعوا والسلام عليكم. دابا الدري بغينا نعرفوا الدري الاب ديالو، يعني حيت الناس كيسالوا يعني الاب ديالو ما مشى معوش نعرفوا مشى معوش. يعني متابعي قناة شوف تي في باش تعرفوا يعني هاد المسألة اللي كتسولوا بأنه السيد ما ماتش ولكن عندها الابن ديالها مع هاد الراجل، ولكن الراجل ما كاينش يعني ما عاودش شافت السيد فهمتي. يعني حنا جايين باش نعاونوا هاد السيده، ماشي جينا باش نبقاو نشوفوا واش عازبه او ميته او
الدري مسكين حتى التلفازه ما عندوش، يعني ما عنده حتى شي حاجه، تيبغي غير على الاقل على الاقل يتفرج بحالو بحال الوليدات. يعني بغيت نفهمكم واحد القضيه، تيسولوا عليها متشبع انا شفت تي في كرب شويه عازب، لا السيده عندها الراجل ولكن الراجل يعني ما معترفش بالدري ياك، راجل ما معترفش بالولد وراجل ما كاينش، يعني كاين الراجل ولكن الراجل ما كاينش، يعني السيده ما معترفش الراجل ما معترفش بالولد، وباش تعرفوا مازال ما دارتش معاه الطراغيط لان ما كتبش كانت غدير معاه الطراغيط. هادشي ماشي هادشي عادي، هادشي عادي، حنا كنجيو نشوفوا الحالات الانسانيه، ما كنمشيوش نسولوا واش الراجل مات واش عازبه فهمونا، لا الانسان كيشوف كلشي بعينيه، كتشوفوا نتوما الحاله ديال البيت وكتشوفوا الحاله كيفاش دايره، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. الانسان خاصو على الاقل الا ما كانش انسان غادي يعاون ماديا يعاون غير معنويا او بكلام طيب، الكلمه الطيبه راه الانسان خاصو يكون عاق، كلمه طيبه تكون زوينه، الله يشافي الله يعافي الله يحسن العوال الله يدير الشهود الخير الله يرزقها، الله سبحانه الانسان خاصو ديما يشكر. وكنتمنى متابعي قناه شوف تي في يعني يحاولوا يتساعدوا على هذه الحاله، انسان عنده ما عندوش، حنا مغاربه وخاصنا المساعده، خاصها تدوز، خاصها تخلص الكره، خاصها تخلص الضو، يعني حتى الدري تيبقى في البيت، يعني انسان يديروه ديروه براسكم بان هذا ولدكم او خوكم او اللي كان، ما يمكنش تكون جالس في واحد البيت وما عندكش التلفازه، حتى التلفازه هي الاخرى باش تتفرج غير في الرسوم ولا الى وقتو ما كاينش، هادشي اللي كاين مشد الاخوان. نقول شنو شي كلمه اخيره للناس و نتمنى من المحسنين يشوفوا هاد الحاله هادي الله يجازيهم بخير ويكملوا بقلوبهم الله يخليهم الوليد، كيما تشوفوا هاد الحاله راه كل اللي عندي انا بقى لي حل واحد الانتحار ولا يمكن اللي قايطهم بالزق، هادشي اللي قايبان لي ما وصلت لي واحد الدرجه اللي ما بقيتش نحملها، بغيت عيط طايحه مريضه ما بقيتش قادر نخدم المارشي، ما بقيتش قادر نمشي والاخر على المارشي هو هنا ما بقيتش قادر نمشي، انا قايه من ناكل لا انا لا ولدي الباحث كيما قلت لكم دايره الفلفله وفلفله والبصله مشحره وعطيها للدري ياكلها، وبغيت ما يجيش الفقر الدم الحاد الله يرحم ليكم والدي الله يجازيكم بخير، شوفوا من حالتي الله يرحم ليكم الوالدين المحسنين الله يجازيكم بخير، حنوا بقلوبكم وشوفوا بعينكم الله يرحم ليكم الوالدين، راه بلي علمي انا كون ما وصلت ليا لهذا ما نعيش لهاد الناس يجيو عندي، راه شفتوا الحاله كيفاش دايره الله يجازيكم بخير الله يرحم ليكم الوالدين، شكرا الا قلت الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له. شكرا لمتابعي قناه شوف تي في على التعاطف، شكرا لمتابعي قناه شوف تي في، شكرا السي رضوان تبارك الله عليكم، سلمى كنتمنى يعني الناس اللي تيشوفوا هذا الفيديو ناديه مش مصدحه، يعني كنتمنى يوسف يعني زكي عبدو توفيق، كنتمنى من الناس عبد الله جواد أمينة آية، كنتمنى من الناس اللي كيتبعوا هاد اللايف يحاولوا يعني يساعدوا ولو بكلمة طيبة، شكرا لكم على التعاطف، شكرا جزيلا للمتابعين قناة شوف تيفي.